Alors. وراك شيء انت يوسف راه لوبر لوبر انت على كانه مو بالدنيا على راسك انت ايش فيك من الصباح ما تبى المرواح واخلاقك مش ولا بد انت على مو الصباح الليل انا مالي مال السلك المعلم انت الحين اللي مضيم عليك وش هو؟ كل يقوم في علة انه مو انت شو بتسوي تحليل؟ ايه تحليل بسيط انا الساحة بغير يسحبون دم انا اسحب الدم اعطيهم دمي كله ما علي لكن اقول لكم فيك ها ادورها في الساحة تدري المشكلة وش هي؟ المشكلة اذا قالوا عندك نقرس املاح وظايف الكلى ما تعمل نعود الخلايا وقعد الخلايا تعمل السلام على التعب استغفر الله قال عندك الضغط سكر هذا بسيط بسيط تهون تهون ثم قال وظائف ما تعمل وظائف الكلى وظائف الكبد يا الموت الامعاء الدقيقة والغليظة يا المشكلة اختلطت بس خل الدهون الدهون والله التحليل زين لازم تكشف على نفسك كل 6 شهور لازم تكشف على نفسك لا تحملي ثمرة ترجع لا لا زايد من البالح لا لا ان شاء الله الامور زين المشكله تدري شنو؟ اذا قال خفف الكرشه هذه هي المشكله هذه يا ما تاكل عيني بعينك ما تاكل واللي يلف الصحن قالوا لك يا طويل العمر بسبب الكرشه هذه اسبوع كامل ما تاكل اسبوع كامل ما تويش ما لا 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 لكن لا والله لا بيقول لك الصيام بس مويه تشرب مويه عشان تخف تخف الدهون والكالسيوم تخف على كلمه خف ما ادري شو راح الف فيه لا يلا يلا يجيك ايش عندي الا لكن اهم شيء لكن خاصه الكبسه اوه الكبسة اوه الكبسة وانت ما افطرت بعد حسب الاحسن حتى وانت ما افطرت؟ لا اله الا الله توب استغفر الله تدري وش الادهى والامر؟ اذا قال لك الدكتور شوي عاد ينزل نظاره زي كذا يقول لك والله انت عندك الاح ونقرس هذه بسيطه وضايف الكلى عندك تمرش الموت من قال اول ما اقوم من عندك تجي مركب تجيك مركب هيا الحرام الله يخرجني من لا ان شاء الله غير عادي لا انت ولا مرة قال لك وضعها كبت الله يا عمي يلا يا كريم منها عندك لا يبعد تقول لك تحاليل هذه شبيبة وسعيد ليش اخذني مع الصباح مالي مالك انا مالي مكبر انا بس ارجع معك بسلامة ان شاء الله ربما دقيقة قدام لا تدور لك احد يرجعك لا ان شاء الله امورك زين ان شاء الله ما فيك غير وظائف الكلام بسيطة ليتنا والله مفطرين انا اشهد اي والله انت توحي اول مرة ناكل محل ناكل يكشفوني اي يكشفونك والله يعرفون انت المعلمات ما دروا والله ما يدرون انا بعلمه قال ترى اكل لكن انا ما اتعلمه خلاص اسد الجوع يلحقني لا لازم على الريق لازم تسوي تحليل على الريق يسحبون الدم على الريق على الريق جيت من البر على الريق ما ذقت خلاص 12 ساعه يا ابو سلامات سلامات الله يعينك الله يعينك انتظر شويات الله يعينك المهم النتيجة بس لا النتيجة ان شاء الله تطلع زينة بإذن الله كيف الأمور ان شاء الله؟ فالحين أبغى أفطر ان شاء الله الحين تروح تفطر؟ وتعطيها فلكن؟ صحت عندها طبيعي إيه بس تدري متى تطلع النتيجة؟ متى؟ بعد يمكن 10 ساعات 12 ساعة تجهز تجهز للصدمة أوكي ان شاء الله لا تنبتهم جوال La 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 la
الساعه شفت الدرب ها او شفت الدرب الحين الساعه شفت الدرب اي والله لا حول ولا قوه الا بالله. تدري المشكله اذا قالوا شيء وضافه الكلى عندك الله يكفي شرك يا رب لك الحمد. ليش دايم ناكل التميس احنا ما وصلنا البيت؟ الجوع الجوع الله يجعل بالف عافيه. لكن والله اتوقع وضايف الكلى خلاك انا صدت هنية يا راجل بهدلونا جن عزيزي المتصل ان الجوال المطلوب مغلق العن مالفكك العن مالفكك العن مالفكك سامي علي توبي ما بتوب.